أخبار فلسطين باختصار. وزارة الصحة بغزة تعلن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيداً. الوزارة قالت إن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، فيما تلقت 2200 بلاغ عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض. استشهاد وجرح العشرات في قصف للاحتلال استهدف مدخل مستشفى النصر للأطفال ومنطقة تل الزعتر غربا وشمال قطاع غزة. غارة جوية أخرى أوقعت 3 شهداء وعددا من المصابين بعد استهداف منزل في خان يونس جنوبي القطاع. تقرير حكومي يعلن استشهاد 46 صحفياً منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر، واقتل الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين بعد استهداف منزله في خان يونس خلال تغطيته للعدوان على القطاع. الاحتلال يدمر 3 مساجد جنوب مدينة غزة خلال سلسلة من الغارات الجوية على القطاع. الغارات دمرت بشكل كامل 54 مسجداً وألحقت أضراراً متفاوتة ب 110 مساجد أخرى، فضلاً عن استهدافها 3 كنائس. قوة الاحتلال تعتقل 55 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة وسط موجة اعتقالات تشنها منذ 7 أكتوبر الماضي. وبحسب إحصائيات فلسطينية فإن عدد المعتقلين في الضفة قد تجاوز 1900 معتقل. إلى اللقاء باختصار آخر.